كذلك مكافحة ظاهرة الغلو، نحن قلنا أن الغلو هو مشكلة من المشاكل والتطرف، إذن ينبغي مكافحة ظاهرة الغلو والتطرف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوائل من حذر من الغلو والتطرف ونهى عنه وقال من أما إني أتقاكم لله فأنا أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا لابد من معالجة قضايا الغلو والتطرف في مجتمعاتنا سواء في صيغتها الفردية أو الجمعية. كذلك مكافحة الطائفية والعنصرية والكهنوتية والجبروتية المستندة للدين، أنه لا نعطي مبررات لمثل هذه الأطراف إلى أنهم يستخدموا الدين في تشويه الدين سواء في النظرة العنصرية أو الطائفية أو الكهنوتية والجبروتية. لا يحق لنا أن نتكلم مثلا باسم العلويين والهاشميين وامتيازات لطائفة معينة ونسحق الأمة. لا ينبغي أن نمجد الحاكم ونجعله الحاكم بأمره في حين أنه ينتهك أموال الناس ودماء الناس أعراض الناس ثم نعطيه قداسة الذي يعني لا يعترض عليه ولا يعني ينتقد ولا يخرج عليه بثورة لمطالبة بالحقوق أو ما إلى ذلك. لا، فينبغي أن ننزع عن هذه الأمور مستنداتها الدينية. كذلك مكافحة طغيان مظاهر العصيان والفواحش واستحلالها، وهذه مشكلة اليوم في بعض المجتمعات المترفة، أنه يعني غابت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي أصبح المجاهرة بالمعاصي والفجور علنا. يعني وإخواننا في غزة مثلا الآن يواجهون أعتى آلة حربية بتأييد ومباركة غربية، في حين أن هناك بعض الدول الإسلامية تقوم فيها احتفالات ماجنة وفاحشة، وفي منطقة يعني في مجتمعات مسلمة متدينة الأصل أنها كانت تكافح هذا الأمر، فعجزت عن هذا الأمر، وأصبحت يعني هذه المظاهر الآن تسري في هذه المجتمعات، وبالتالي فإن هذه الفواحش يعني والمنكرات إذا تم نشرها واستطابتها واستلذاذها بهذا الشكل فإنه مؤذن والعياذ بالله عز وجل بالوقوع في الإلحاد. كذلك مكافحة داء الحسد كما ذكرنا، وهذا أمر مهم جدا. مكافحة ظاهرة الأمان الفارغة والتألي على مشيئة الله وقدره، بمعنى أن الإنسان يتعلق بأمنية معينة، خاصة هذا يحدث عند الأطفال وعند النساء حقيقة اللي عندهم الجانب العاطفي مبالغ فيه، بمعنى أنه أحيانا الطفل أو الإنسان المراهق يعني المراهقين سواء كانوا ذكورا أو أناثا غالبا العاطفة عندهم تغلب، وبالتالي عنده نظرة نرجسية للحياة، وأنه يعني يتمنى أشياء واقعه لا يخدمه فيها. تمام، نحن لا نريد أنه برضو لا تكون لديه أحلام، ولكن ينبغي أن لا يعني يقيس الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله بهذه، لا يجعل الله محل اختبار، أنه إذا ما جعلني ملكا أو إذا ما جعلني مشهورا أو إذا ما جعلني مليونيرا فإن هذا الإله يعني لا يستحق العبودية. لا، الله جل لا يقاس بمثل هذه المعايير، فينبغي أن تكون هذه الأحلام وكذا وكذا أمنيات يعمل الإنسان يعني يأخذ بأسبابه قدر المستطاع كذا، لكن لا يحاكم الله سبحانه وتعالى أو فعله وقدره عليها، فلا يقول والله الله جل ما أعطاني منعني ما، طيب ليش يعطيك أصلا؟ يعني هو المتصرف في ملكه، المفترض أنك لا تقول هذا الكلام، لأنك أنت هذه أمنية لديك ليست واجبة على الله سبحانه وتعالى أن يحققها، وإنما أن تسعى إليها وأن تطلب من الله جل أن يحقق منها ما أمكن. فبالتالي هذه يجب أن تكون في معالجة خاصة في سن المراهق، وهذا يجب أن ننتبه لهم المراهقين وعادة مثلا هذه برضو في قضية المرأة مثلا عندما تنظر للزوج أو تتمنى ما يسمى بفارس الأحلام، لأن قلنا هذه قضايا عاطفية، فحين تعلق أمنيتها بأنه شخصية مثالية وأنه هذا الشخص سيكون، فإذا ما حققت هذا المثال فيحدث عندها ردة فعل. هذه بالنسبة للأسباب التي ذكرناها، لكن هناك في مسار آخر ألا وهو من المعالجات أنه ينبغي تعزيز حضور العلاج النفسي في المجتمعات المسلمة وترسيخه كطب مرجعي لا عيب فيه. نحن عندنا مشكلتنا أنه في المجتمعات العربية أن الذي يروح للطبيب النفسي أو المعالج النفسي يعني ها سلامات إن شاء الله، يعني الواحد يأشر له كذا يعني سلامات إيش فيه، بمعنى أنه نحن نراه مجنون أو نراه أنه إنسان غير طبيعي أو ممكن أنه نخاف منه أو أنه عيب. فبالتالي كأن الذي يذهب إلى طبيب نفسي ويعني يطرح عليه صدمة نفسية حلت به، عقدة نفسية حاضرة فيه، صراع نفسي داخلي، فبالتالي نحن نرى أنه الإنسان الذي يذهب للعيادات النفسية كمذمة. فبالتالي كثير من أبنائنا ما يألفون هذا يعني، أو حتى لو مثلا الزوجة روحي لا لماذا أنا أذهب يعني شايفنا مجنونة،
يعني إذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قصة عجيبة جدا يعني، أنه اثنين من الصحابة اختصموا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا، فرأى أحدهما قد يعني انتفخت أوداجه واحمر وارتفع صوته وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأجد كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. فقال أحد الصحابة ما هي يا رسول الله؟ قال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب الصحابي ليقول له هذه الكلمة، فقال له أرأيتني مجنونا؟ يعني الآن هذا ما ذهب للعيادة النفسية، يعني هذا يدل على أنه أحيانا هناك نفور من بعض الجوانب باعتبار أنها يعني أنه يرى أنه يعني أنه هذا التعبير أنه هو أنسب له، أنه لابد أنه يغضب وأنه يحمر وأنه كذا، وأنه إذا قال عدو الله مش ترجيم إنما يقولها المجانين. طيب فأنت بحاجة إلى هذا الأمر، فإذا يجب أن نعزز العلاج النفسي خاصة في مجتمعاتنا وفي ظل الظروف الراهنة، مثلا في سوريا البلدان التي فيها كوارث، في منصر، في غزة، في اليمن، في أي منطقة فيها كوارث وأزمات ونوع من الصراعات الداخلية وحالة الانفكاك من الصورة النموذج للدين، ينبغي أن نعزز فيها الطب النفسي، ولكن أن يكون هذا الطب النفسي برضو مستند لرؤية أن يكون هذا الطبيب النفسي أساسا هو ينتمي لما يمكن نسميه للدين الإسلامي، للهوية الإسلامية، للثقافة الإسلامية، بحيث أنه يقدم معالجات في هذا الإطار وليست خارجة عن الدين. وعن لا أقصد خارجة عن الدين بمعنى أنه أمور علمية، لا، أنا أقصد أنه خارجة عن الدين والأمور العلمية أساسا، وإنما خارج الثقافة تماما يعني. فإذا لابد من تعزيز حضور العلاج النفسي في المجتمعات، وأن لا نجعل هذا عيبا، وأن يكون هذا أمر طبيعي، بل حتى لو كان إنسان داعية أو عالم أو إنسان كبير في السن، طبيعي جدا أن يمر على محل عيادة نفسية وأن يدخل ولا يرى في ذلك أي غضاضة، فهذا أمر طبيعي، مثل احتياج الإنسان لأن يعالج اللوز أو مثل يعالج عينه أو أسنانه، هذا أمر طبيعي. الحال كما أن الجسد حق فإن النفس حق وينبغي أن تراعى. كذلك أن يمكن العلماء والدعاء من علوم علم النفس، بمعنى أنه يجب أن يعني المتصدرين للعلم والدعوة في المجتمعات اللي هي مثل هذه المجتمعات التي يعني أو حتى المجتمعات الأخرى، يعني أنه يجب أن يكون عندهم اطلاع ومعرفة بعلم النفس، بحيث أنهم يستطيعون أن يقرأوا لماذا تحدث بعض الظواهر، وعلم الاجتماع كذلك، أنه لماذا تحدث هذه الظواهر، لا يعيدون كل شيء لمسألة والله أنه هذا كفر وإيمان. طيب تمام، أنا أريد أعرف لماذا وقع الكفر هذا أساسا، لماذا، ما هي الإشكالية النفسية أو الشبهة أو البعد الذي جعل تيار كبير؟ يعني أنا ممكن أفهم والله أنه واحد يعني أن يكفر، اثنين ثلاثة في مجتمع مسلم، لكن أن تكون ظاهرة الكفر أحيانا تتعدى إلى شريحة، فمعناته في أزمة في المجتمع، هذا يجب أن نحللها، ولا يمكن هذا إلا من خلال أن يكون العلماء والدعاء لديهم قدر من علم النفس وعلم الاجتماع. كذلك أن تكون هناك جلسات حوار مفتوحة، يعني ينبغي أن يتعود المربي والأب والأم والعالم والداعية أن يفتح مجال للحوار. أحيانا نحن أسلوبنا فقط تلقين، وأنه يعني أي قضية تواجهنا لابد أن فقط الذي أمامنا يستمع ويذهب ينصرف، وهذه مشكلة. لا، أحيانا لابد من أن نترك مجال للحوار لاستظهار ما في نفس الآخر، وهذا كانت يعني منهجية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهجية الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة ما يقع من صحابته أو أحيانا حتى بدون أن يقع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه شاب في 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 قمة الفتوة في كذا، قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، وانتهره الصحابة وأرادوا أو شكوا أن يفتكوا به، فقال لهم الرسول دعوه، فبدأ يحاوره، فبالتالي انتهى هذا الشاب إلى أنه يعني استجاب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ما كان في نفسه. فإذا الحوار جزء من المعالجة ينبغي أن نعتمدها في مجتمعاتنا، وأن يعني نخرج من الأطر أحيانا التلقينية المباشرة لأطفالنا، لطلابنا، لمحاضننا الاجتماعية، يجب أن نترك الناس تتكلم وتتحاور، وأن يكون هذا الحوار فيه نوع من الأدب، نوع من الأخلاق، نوع من المرجعيات التي ينبغي أن نرجع إليها، بحيث نصل إلى نتائج قابلة لأنها إيش يعني نتفهم إيش الإشكاليات التي عند الناس وبالتالي نعالجها. ترك الحوار هو يقود إلى أزمات نفسية وبالتالي يقود إلى انفعالات خارج السيطرة. كذلك من المعالجات إيجاد موجهين نفسيين في المدارس والجامعات، يعني عوضا عن العيادات النفسية ينبغي في كل مدرسة وجامعة أن يكون هناك أخصائيين نفسيين،
لماذا؟ لأنه المرحلة بالذات من الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة هذه مرحلة مراهقة، وبالتالي المراهق يعني يحدث عنده تقلبات في المزاج، تقلبات في الحالة النفسية، ويبدأ تظهر عنده إشكالات كثيرة، تساؤلات، ملاحظات، تغيرات في يعني الهرمونات، في الإنزيمات، في التركيبة الجسدية، وعنده تساؤلات، يعني تحدث عنده تساؤلات جديدة غير التساؤلات السابقة وهو طفل صغير. فإذا لم يوجد في أي مدرسة أو أي جامعة، يعني مفترض هذا يعني فقط اليوم المدارس والجامعات إنما تعطي لأبنائنا المعرفة المادية، معرفة فقط، معرفة معرفة معرفة. طيب لابد من أن تكون هي محاضن تربوية، هي بالأساس اسمها وزارة التربية والتعليم وليس وزارة التعليم، وإلا سوف نتحول إلى الأداء التقني، أنه ممكن اليوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي ممكن يسوي لنا، يعلمنا للأجيال. نحن نريد أن نتعامل مع إنسان كإنسان، فيه جانب نفسي، فيه جانب روحي، فيه جانب أخلاقي وقيمي. فإذا لابد أن تحتوي وتتضمن هذه المدارس والجامعات حقيقة ما يسمى بالأخصائي النفسي والاجتماعي، لابد. هذه من إحدى الحلول التي يمكن أن يعني يعمل عليها، تعمل عليها المجتمعات وتعمل عليها الدول. كذلك لابد من وضع ما يسمى بالأدلة الإرشادية في الأزمات وفي الكوارث وفي المصائب. يعني أنا عندما أعطي إنسان يريد أن يتعامل مع جهاز كتابا إرشاديا، فأنا غالبا أقيد هذا الدليل الإرشادي بهذا الجهاز، لا أعطيه كلام عاما فضفاضا بحيث أنه يتعامل مع هذه المسألة. أحيانا الكتب الإسلامية التي تتناول مسائل القدر أو كثير من المسائل تكون فيها فصول وأبواب ابتدائية وختامية واستدلالية وفكرية تضخم المادة، وبالتالي فهو لا يستطيع، وخاصة العوام وكذا، لا يستطيع أن يصل للنتيجة. يعني إيش النتيجة؟ فلا بد أن أقدم للمجتمعات هذه ما يسمى بالأدلة الإرشادية في مثل هذه الظروف. مثلا المجتمع فيه حرب، لا بد أن أقدم له دليل إرشادي ماذا سيواجه الإنسان في الحرب، ولماذا، يعني بمعنى أنه أجهز نفسيته للتعامل مع الحرب. إنسان فيه كوارث بيئية وهكذا، لماذا؟ لأنه هذا يختصر لنا المسافات الكبيرة جدا في محاولة إقناع الناس، خاصة أنه بعض الخطباء أو بعض يذهب ميمنا ومشرقا ومغربا، لأنه ما فيش أصلا دليل متفق عليه إرشاديا. وهذا يقول لا هذا خير، وهذا يقول لا هذا شر. يعني أنا ممكن أحضر، وهذا حدث مع بعض الأشخاص، يعني نفس الكارثة في إحدى البلدان، هناك من يقول هذا خير وأنه ابتلاء من الله جل، يقول فحضرت خطبة أخرى لشخص آخر فقال هذا بسبب معاصينا وهذا بسبب ذنوبنا وهذا عقاب إلهي. طيب يعني هذا خطابين، يعني فأيهما الدين الآن؟ أيهما هذا؟ أنا بمن يعني أي الفكرتين أستقي؟ هل هذا الذي حل بنا عقوبة إلهية ودمار، أم هذا الذي حل بنا ابتلاء؟ فإذا لم يكن هناك دليلا إرشاديا في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه القضايا التي تتكرر في المجتمعات، وإلا فإن الاجتهادات والكلام الإنشائي الكبير جدا لن يفيد الناس ولن يخرجهم إلى طريق. وإذاك دائما المجتمعات الآن المعاصرة أحيانا تعمل لأي إشكالية تقع في مثلا دليل إرشادي عند وقوع حريق في مبنى، تعطي دليل إرشادي لقضية دليل إرشادي لحالات الإسعاف، ما يسمى بحالات الإسعاف الأولية، دليل إرشادي في أدلة سريعة يعني تشبع الإنسان أو تنجده بنوع من الرؤية والتصور الذي يجعله يتعامل مع القضية. فإذا لم يكن عندي مثل هذه الأدلة الإرشادية، وإلا فإنه أحيانا توهان الأفكار والآراء في ظل فتنة معينة قد يخلق عند الناس عدم استجابة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرافع للخلاف بين أصحابه، ونحن نعرف أن الصحابة عدة مرات وقع لديهم اهتزازات أو خلافات، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع الخلاف لأنه هو المرجع. فلما كان يرفع الخلاف كان يحدث أنه يعود الصف الإسلامي متحدا وخلاص، يعرف يخرج من الأزمة التي هو عاش فيها. ومن ذلك مثلا قضية الخلاف في ليلة القدر، قضية الخلاف على سورة من القرآن اختلف عليها اثنان من الصحابة، قال هذا أقرأني رسول الله، وقال الآخر هذا أقرأني رسول الله، فاختلفوا أي القراءتين أصح، فقال رسول الله أثبت الشخصان أو الشخصين. كذلك يعني كثير من الخلافات التي وقعت بين الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضر، وبالتالي كان يقدم تفسيرا و
ايضاحا لعمليه اما التطبيق او التصور الذي ينبغي الاستناد اليه في معرفه هذه القضيه. اذا لابد من يعني ان يكون هناك ادله ارشاديه في مسائل القضاء والقدر للمجتمعات المنكوبه. وهنا مثلا يحضرني برضه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم للشام، دائما الشام هي حاضره ما شاء الله في كثير من القضايا، ان عمر بن الخطاب لما قدم الى الشام واراد ان يدخلها فسمع ان هناك وباء بالشام، فيعني عمر ما عرف كيف يتصرف، هل يدخل الشام ام يرجع للمدينه. فقام فدعا كبار الصحابه، ثم دعا اهل بدر، ثم دعا قريش، ثم دعا، يدل على انه هناك اهميه لتدارس الامر. يعني هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه مساله بسيطه يعني كانت يعني، ومع ذلك عمر يدعو فيها الناس تباعا فئه عن فئه حتى يخرج بالنتيجه. فياتيه احد الصحابه ويقول له انا عندي الدليل الارشادي، ما هو؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا نزل فيها البلاء فمن كان فيها لا يخرج ومن كان خارجا لا يدخل. هذا ما يسمى يعني هذا هو معنى الدليل الارشادي في مثل هذه الواقعه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا مروا الناس يعني يعدوا خيامهم وما الى ذلك على اساس انه يرجع القافله للمدينه. فقال له ابو عبيده رضي الله عنه من قدر الله تفر يا عمر؟ تمام، يعني الان هذا الاعتراض. فقال له نفر من قدر الله، قال لو قال غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن هذا الإيضاح، هذا الدليل الإرشادي الذي حصله أبو عمر بن الخطاب من هذا الصحابي أخرج المسلمين من أزمة. كانوا يعني هم لا قدروا أنه يدخلوا الشام، يقدمون على الشام، ولا أنه يعودوا إلى المدينة. فإذن الأدلة الإرشادية في الحقيقة البسيطة التي تحمل أسس وقواعد التعامل مع أي أزمة هي تشكل يعني نوع من المعالجات التي ينبغي أن يهتم بها الإسلاميون في مناطق الصراعات أو مناطق النكبات أو الكوارث أو المظاهر الحالية التي تكون في هذه المجتمعات. إذن هذه بالمجمل يعني نوع من المعالجات التي يمكن التي يقوم بها المصلحون والحركات والجماعات الإسلامية والدعاة والعلماء الله سبحانه وتعالى في كل مجتمع، وكذلك الآباء والأمهات لمعالجة هذه الظاهرة التي يعني تشكل اليوم نوع من الامتداد. وفي الغالب كما ذكرنا أن المجتمعات الإسلامية الغالب فيها، وأنا قرأت حقيقة عدة مقالات في هذا الأمر، يعني أن الغالب الذي يحدث في المجتمعات الإسلامية هو ليس الإلحاد الفلسفي. يعني لا يمكن أن نجد أنه واحد من الشباب أو مجموعة الشباب هذول لو سوينا دراسة عليهم لن نجد أنهم قرأوا مثلا كتب الغربيين والمستشرقين، وكثير منهم إنما أخذ هذه فيما بعد، وأنه في البداية وقع في الإلحاد ثم حاول أن يبرر هذا الإلحاد بنوع من الفلسفة الخارجية. فبالتالي هي نتاج في الغالب في مجتمعاتنا هي نتاج إشكالات داخلية، وأرادت أن تبرر هذه الإشكالات بنوع من الفلسفة الخارجية. وإذا كثير منهم ليس مثقفا، ما عنده معرفة بالإسلام بشكل كبير جدا، ما عنده حصيلة علمية تؤهله للحوار والجدال والمناظرة أساسا، بخلاف مثلا في الغرب سنجد أن هناك علماء كبار وبروفيسورات في الجامعات وأكاديميين مشبعين بكثير من النظريات التي تتكلم على حول الكون وعلى قضية الخلق وعلى قضية القدر وعلى إشكالية سؤال الشر وما إلى ذلك من القضايا، وبالتالي فهو يناقش ويحاور ومليء، بخلاف أنه كثير من شبابنا في المنطقة العربية هي نتاج إما دين مشوه، يعني قدم نموذج لدين مشوه، أو انفعالات أو مشاكل يعني وقع فيها الإنسان أو انتهاكات أو ما إلى ذلك أو مصائب أو عدم تحقق أماني. فبالتالي الحالة الحالية في المنطقة بالحقيقة هي حالة نفسية أكثر منها حالة فلسفية، والله أعلم.